تعرفنا على بعضنا بال75 يعني في بداية الحرب، وكانت زوجتي ساكنين بيروت، أهلها يجوا بالربيع. بفرصة الربيع تعرفنا على بعضنا، طبعا نشأت حالة حب وعاطفة وتزوجنا بال77. مين قال للتاني قبل تحبك أو تحبي؟ التعبير والتقارب والأحاديث هي كانت تدلل على وجود هالحب بيناتنا. نحن بهداك الوقت كان الحفل الزفاف اللي عملناه بساحة الضيعة، وانعملت سهرة ودبكة بالضيعة. يعني الجنوب كان وضعه شوي ما في هذا الصراع اللي كان موجود في الحرب اللبنانية ببيروت، كان في شوية استقرار. بعدين الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، بعد زواجنا صار الاحتلال. كان بالليل اجوا على البيت دقوا، قال بدك تشرف معنا. قامت مرتي قال لها ما تخافي، نحن شوي وبيرجع. شي 3 أشهر أهلنا ما كانوا يعرفوا عنا شيء، ولا الصليب الأحمر كان سمحوا له يجي. ما شفنا الصليب الأحمر إلا لما رحنا على المعسكر على الأنصار. يعني مندوبي الصليب الأحمر الدولي شافوا، لما شافوني أول مرة قالوا بس بدنا نطمن عائلتك إنه نحن شفناك. مضيت على ورقة أنا بخير، وأخذ هاي الرسالة لعائلتي لمرتي ولأولادي. الرسائل ما تصوريش قديش هن مهمين لأي معتقل بعيد عن عائلته وعن وطنه وعن محتجز حريته. الرسائل كانت عامل مهم بأنه تنشطنا، تعطينا أمل، تخفف عنا الفراق اللي كنا عايشينه. يعني هاي رسالة ب9/10/84، رفيقة الجهاد والعمر مريم، رسائلكم تصلني فتحمل لي معها الحب والفرح والصمود، تحمل لي معها شحنات من الأمل والقدرة على مواجهة الصعاب ورؤية المستقبل بمنظار من الواقعية لتطور الأحداث التي وصلت إلى مخاضها الأخير. كنا دائما متفائلين أنه حيكون عندنا خطوات لقدام في بناء وطننا ومستقبل لأولادنا ونعيش حياة عائلية مريحة. كان يعني في شوية هيك تقدير أو وعي عنا أنه ما حيقدروا يخفونا لفترة طويلة، لأنه في الصليب الأحمر الدولي، في اتفاقيات جنيف اللي بترعى الأسرى والمعتقلين. بدك تنزلي دموعي كل ما أقرأ. زوجتي الغالية، هذه بعض أبيات الدلعونة من وحي المعتقل. يا طير الطاير من فوق بلادي، سلم أحبابي مرتي وولادي، بلغ أم موسى رفيقة جهادي، بكرة منتلاقى لا تحزنونا. سلم ع هيفا ست الصبايا، وعأنجو فوفو نجوم البرايا، وقول لهم بموسى بعده فاكرهم وسهرات الحلوة رح يرجعونا. عندكم كان غنية ذكرك بهيدي الفترة أنت وياها؟ في غنية كتير مؤثرة، شو قولك فينا نرجع، تحكيني حب واسمع. شو قولك فينا نرجع، حكيني حب. خبرني عن اللقاء، أول مرة قدروا يجوا يزوروك. 5 أو 6 أشهر لحتى شفنا بعض. قبل ما يوصلوا الأولاد على المحل اللي بدنا نتواجه فيه من بعيد، ما قدرت اني اشوفهم لوجه لانه كانت دموع بتنزل. كنا من خلال الرسائل اللي انبعتها نذكر احداث تحصل بالمعتقل،
ما كان في مجال إنه هيدي نعود نتذكرها بس نطلع من المعتقل. وبالتالي كانت الرسالة إلى هدفين. الهدف إنه نطمن عائلتنا وولادنا وأهلنا عن وضعنا بالمعتقل، والهدف الثاني بصير بسترجع بذاكرته الواحد الأحداث اللي كانت تحصل والحياة اللي كنا نعملها. شو أكتر رسالة وصلتك وتأثرت فيها؟ الرسائل اللي بعتوها الأولاد، يعني كانت هيفا وأنجو أول ما بيكتبوا بعتوا لي رسالة منهم، كانت كتير مؤثرة فيي وأبكتني. أكيد من وقت لآخر بفتح الدفتر المغلف اللي فيه رسائلي أنا، والمفكرة اللي كانت مريم كل رسالة تبعتها لهونيك على المعتقل كانت تنسخها عندها على صفحة. الحبيب الغالي خليل، ورجعت للبيت وطول الطريق صورتك لم تفارق عيوني، ونظراتك أحسست بها كلمات كثيرة لها معاني كبيرة. لم تستطع هذه الساعة أن تبوح بما تكنه القلوب، وتعطلت لغة الكلام لتتكلم العيون. الحبيبة الغالية مريم، هاي 13/6/84. في كل مساء وأنا مستلق على فراشي أحدق في الشريط الشائك والأنوار الكاشفة والحارس القابع في البرج، أترك هذا المكان المقيت وأهرب إليكم، أتنقل معكم من غرفة لأخرى، أراقبكم فردا فردا، وأنتم جالسين في غرفة التلفزيون تشاهدون وتسمعون الأخبار، علها تحمل ما يقرب لقائي بكم، فتلتغي كل الحواجز بيننا وتنعدم كل العوائق، فأعيش لحظات سعيدة أنتصر فيها على السجانين والمعتدين إلى حين. هذه الرسائل والدور اللي لعبه الصليب الأحمر الدولي كان كتير مهم، لا يقدر بثمن، ولازم يستمر منشان يكونوا المعتقلين أخذين حقوقهم وعايشين، لأنه حتى يكملوا حياتهم بعدين. زوجتي الحبيبة، مع طول البعاد يزداد الشوق ويكبر معه الأمل في اللقاء بكم. مساء أمس قادني الشوق إليكم، فلم ألجأ كعادتي لرسائلك، بل حملتني أفكاري إلى الماضي، إلى أيام حبنا الأولى، إلى ذكريات الربيع والصيف، إلى الليالي التي شهدت لقاءاتنا وباركت حبنا، إلى حقول العدس وسنابل القمح والنجوم، إلى العشب الأخضر وظلال الكرمة والصخور، إلى سنوات جهدنا المشترك في بناء بيتنا حجراً حجراً، إلى نكش جنينتنا حبة تراب فحبة، إلى لمبة المقبرة التي حاولت مرة إعاقة لقاءنا فلم تفلح، إلى عملنا سوية في خدمة بلدتنا ومدرستنا ووطننا. أجل أيتها الحبيبة، لم ألجأ لرسائلك واقتنصت تلك الفرصة لأعيش تلك السنوات العذبة في حلوها ومرة. كنت تبادل الرسائل مع زوجتك يعني قبل ما تتزوجوا؟ هل الرسائل كانت شيء كنتوا تستعملوا لتتواصلوا مع بعض؟ لما تنزل على بيروت بهالوقت الهيدا، هي عم تعلم بيروت وأنا بالضيعة، كنا نبعت رسائل مع أصدقاء ينزلوا لتحت. مرة ظهرت من البيت بالليل بعد ما خلصت دروسي وتمشيت صوب بيتهم، وقربت لقدام محل ما كنا نتلاقى، وكتبت بعض الأبيات كانت مريم حافظتهم منيح. أنهيت درسي وخرجت، فالناس نيام سرت دون ارتباكي، قصدت بيتك وحيدا فوجدت البيت خال وباكي، سألت الديار عن سر حزنها فأومأت أن لا معنى لها بلاكي. أو فيها بيت بيقول
وأكثر ما كان يزعجني هو تأوهك وخوفك من والداك، ألا ليتهم يعرفون حبنا فلا يلومونك في دنياك.